بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم هنتكلم على SSL VPN Site to Site للفايرول XG اللي هو سوفوس XG فايرول. الـ SSL يعني أسهل كونفيجريشن هتقابله في حياتك لأن أنت تعمل كونفيجريشن سايت تو سايت في حياتك في العالم هو الـ SSL في بي ان سايت تو سايت بتاع سوفس. تعالى كده ايه، هنخش على البرانش رقم 1 ونقول له اد سيرفر، اللي هو الهيد كوارتر ده هيبقى سيرفر. السوفس اللي هو التاني ده هيبقى بالنسبه لي كلاينت. طب تعالى نبدا في اول في السيرفر. السيرفر ده اي بي كام؟ 150.129 والكلاينت 150.130. تمام، تعالى هنخش على نخلي ده زي الفيديوهات اللي فاتت، ده نخليه هو السيرفر 130 ونخلي ده هو البرانش. تعالى نخش نقول له هنقول له اد رو اد اللي هو اس اس ال في بي ان سايت تو سايت كونكشن، اد كونكشن يعني، ونسميه هيد كوارتر سايت تو برانش كده، تو برانش. برانش 1 تمام، عشان لو انت عندك اكتر من سايت وتقول له اللوكال ادرس اللي هو اللوكال نتورك يعني، هتقول له عايز اضيف، هنقول له الهوست ونقول له الهيد كوارتر مثلا سايت نتورك، بنقول له هنا النتورك عندي هنا في الهيد كوارتر سايت 10 دوت 10 دوت 10 دوت 0 تمام، ونقول له سي، ونروح على ريموت نتورك ونقول له كاريت، نقول له برانش 1 نتورك، ونضيف اللي هو اللوكال نتورك عنده اللي هو البرايفت يعني 192.168.1.0 تمام، هنقول له سيف. في خطوة زيادة؟ لا، هنقول له سيف. تمام، هنا في هنا داونلود، عشان اخد الملف ده اخده داونلود واروح احطه مثلا هناك، اقول له داونلود واحط انكريبشن كونفيجريشن فايل، احط باسورد يعني، اقول له باسورد ات 123 باسورد ات 123 تمام، بنقول له داونلود، هينزل عندي هنا الملف هنا هيقول لك سيرفر هيد كوارتر سايت تو برانش 1. هتروح هنا في البرانش التاني اللي هو البرانش رقم 1 اللي هو برانش 1، تخش عليه اس اس ال في بي ان سايت تو سايت، ونخش على كلاينت ونقول له هيد كوارتر سايت تو برانش 1، ونقول له اعمل لي ابلود للملف اللي احنا عملنا له داونلود دلوقتي اللي هو ده، ونقول له الباسورد بتاعتنا باسورد ات 123، ونقول له سيف تمام، ونرجع تاني هتلاقي الاس اللي بي ان سايت تو سايت ديت ايه ابد بات اب خلاص. هنا برضو حتى هنا تخش هنا تاني، تخش هنا اس اللي بي ان سايت تو سايت، اس اللي بي ان سايت تو سايت اب. تعال نروح على الكونكتيفيتي، مش هتلاقي فيه كونكتيفيتي بتوين تو سايتس. ليه يا جماعه؟ انا دلوقتي الفروع شايفه بعضها، بس الفايرول ما بيتعاملش. لازم انا دلوقتي من اللان عايز اروح اكلم اللان بتاعت عن طريق في بي ان تانل، فلازم اعمل روله بتمشي لي الترافيك من اللان للفي بي ان. هو الفاير وول كده بيتعامل كده، فاقوم رايح هنا اقول له اد رول، اقول له لان تو في بي ان، واقول له في التوب، وهنا تقول له ترافيك انترا زون، وهنا لان، هنا اللان بتاعتي هنا ايه
اللي هو الهيد كوارتر سايت نتورك، هيروح يتكلم الفي بي ان في الفي بي ان هناك، الفرع اللي هناك اللي هو الريموت او اللي هو البرانش 1، برانش 1 نتورك، وتقوم قايل له سيف نفسها كده من الفي بي ان، لللان، ونقول له اكسبتد، نقول له مثلا بوتوم، مثلا نقول له ترافيك تو وان. من الفي بي ان بقى مين اللي انا هروح اكلمه من خلال السورس بتاعي في الفي بي ان؟ مين هروح اكلمه؟ هكلم اللي هو برانش 1، هيبقى السورس بتاعتي فيها برانش 1. في اللوكال عندي مين اللي هو الديستنيشن؟ هتبقى ايه زون الزون اللان، هكلم اللي هو الهيد كوارتر سايت نتورك. في طريقة تانية يا جماعة، يعني هي نفسها بالظبط، يعني انا عملت تو رول دلوقتي، ده تو رول اهو، عملت لان تو في بي ان وفي بي ان تو لان. في رولة بقى تانية هعملها لكم هنا نفس الفكرة بالظبط، هتقول له اد رول، بتقول له لان تو في بي ان، لان تو في بي ان، وتقوم قايل له اكسبتد وفي التوب وانترا. بص يا جماعة، هتحط هنا السورس زون اللان والفي بي ان، وتحط له هنا هنكريت، هنا هنكريت اثنين، هنقول له هيد كوارتر سايت زي ما عملنا برانش هيد كوارتر نتورك هنا كده، هنقول له 102، هنقول له 10 10 دوت 10 دوت 10 0 24، وهنا نقول له كاريت مثلا اللي هو برانش 1 نتورك، برانش 1 نتورك هتبقى 192.168.1.0، نقول له سيف. الديستنيشن زون هتبقى لان وفي بي ان، وهنا الهيد كوارتر سايت نتورك و برانش 1 نتورك، وتمام. هي نفس الفكره يا جماعه، انا عملتها هنا تو رول وهنا عملتها رولة واحده، هما نفس الفكره، يعني الموضوع مش صعب ولا حاجه. تعال نروح هنا نبنج من هنا من الفرع ده، الفرع ده بنج اهوت تمام، وخش ريموت ديسك توب، خش ريموت ديسك توب على السيرفر. انا الجهاز ده اللي انا فيه ده جوين للدومين. تعال نكريت له يوزر نيم تمام، تعال نكريت له يوزر نيم وباسورد، ندخله ايه على جوين للدومين اللي هناك، وهنا حاطط هنا الدي ان اس. تعال نشوف هنا الدي ان اس مظبوط، لا تعال نحط الدي ان اس 1 1 200 تمام. تعالى هنا عشان نشوف الدومين، لانه كانت جايه شبكه 1 لان هو ما كانش شايف الدومين. تعالى كده نقول له، هتلاقي هنا عمل ادم ديبلوكر، المفروض هنا في الدي ان اس 1 200 وهنا 10، ده شايفه المفروض هنا النت بايس نيم عنده يجي ادم ديبلوكر تمام، دي ان اس ريجستر تمام خلاص. المفروض انا هنا كده ايوه جاب هنا ادم دوت لوكال اهو تمام. وتعالى نخش نكريت يوزر نيم وباسورد، تعالى نكريت يوزر نيم وباسورد، ونخش على ريموت ديسك توب هنا نكريت يوزر نيم وباسورد للماشين دي، ونعمل لوجن عليها. هنشوف انا مكري اليوزر نيم والباسورد، بس عايز ايه اشوف اليوزر نيم والباسورد ايه. عندي هنا انا مكري اليوزر نيم والباسورد احمد الترويدي
ايه هو اليوزر نيم اللي هو الاكونت دي، الاكونت فين الاكونت؟ ايوه الاكونت اللي هو ايه دوت روج دي ات ادم دوت يوكا. تمام، تعالى هنا نقول له اخرج، ونخرج من هنا نقول له ساين اوت. هنخش نقول له ساين اوت، نقول له استخدم اخر، ونقول له ايه دوت روجي، ايه دوت روجي، ايه باسورد، باسورد غير صحيحة، باسورد هات 1 2 3. هنعمل لها ريسيت من هنا، تعالى نقول له ريسيت باسورد ونخليه نقول له ريسيت، باسورد. تمام، نقول له باسورد. تمام، نقول له اوكي. تمام، هنروح هنا هيطلب مني اثناء الدخول ان انا اطلب اي اف بي باسورد تانية ايه دوت روج دي اللي هو فيرست لوجن ايه دوت روج دي. باسورد هيطلب مني تغيير الباسورد، اغير له الباسورد هنا نفس الكلام، هيطلب مني تغيير الباسورد، اغير له الباسورد، اقول له اوكي. غير قادر على تحديث كلمة المرور القديمة التي تعتبر غير موافقة مع طول المجال او تعقيدات. تمام، تعال نقول له باسورد، نقول له مثلا هنا 2016 2016 تمام، تغير الباسورد وعمل لوجن. تمام، انا بس ايه الفكرة ان انا ايه دلوقتي جهاز من الفرع ده خش دومين وعمل اوثنتيكيشن وغيرنا الباسورد وكل حاجه، الكونكتيفيتي بين سايت 1 سايت 2. تمام، اشوفكم على خير، في امان الله، السلام عليكم.